بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد يعني دخلنا في المحاضرة الماضية ب الشابتر 4 اللي هو decision making. decision making يعني جمل اتخاذ القرار، جمل اتخاذ القرار في الجافا. نكبر الشاشة. طبعا جمل اتخاذ القرار او decision making اللي هم الاف ستيتمنت، الاف الس ستيتمنت، النستد اف، والسويتش. طبعا جزء احنا اخذنا هذول بس خلينا نعيدهم كمان مرة. مثلا هنا ال if statement بيكون في عندك هنا if لازم تكون small، في عندك هون شرط boolean expression يعني عبارة منطقية، جوابها راح يكون يا ترو يا ايش يا فولس. إذا تحقق الشرط اللي هون راح ينفذ الجمل اللي بين الأقواس، راح يتم تنفيذ الجمل اللي بين ايش الأقواس. البلوك كامل هذا راح ينفذ زي ما حكينا بالمحاضرات السابقة. طبعا عدم تحقق الشرط لن يؤدي إلى تنفيذ البلوك، هذا سوف يقوم بتنفيذ الجملة المباشرة موجودة بعد هذا البلوك. مثال هنا الاكس قيمتها 10. طبعا البلوك الخاص بالاف هو المنطقة اللي هنا. هل الاكس اقل من 20؟ الاكس اقل من 20، نعم ترو، وبالتالي راح يطبع هذه الجملة this is if statement زي ما احنا شايفين. جملة أخرى الآن عندك الـ age 20، هل الـ age أكبر من 18؟ نعم الـ age أكبر من 18، وبالتالي راح ينفذ البلوك كامل الموجود هنا وراح يطبع لنا age is greater than 18. تمام. جملة الـ if else، الـ if else واحدة منهم إجباري راح تتحقق، يعني ما في مجال، الجزء الأول والجزء الثاني. إذا تحقق الشرط اللي هون راح ينفذ البلوك هون، إذا كان هذا false راح ينفذ الـ else، وبالتالي أحد الطرفين راح يتنفذ بشكل إيش إجباري. مثال الـ x تساوي 30، هل الـ x أقل من 20؟ لا. إذا بين الجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، طبعا كيف بعرف الأجزاء؟ عن طريق الأقواس. هنا فتحة القوس، هنا تسكيرة القوس، هنا فتحة القوس، هنا تسكيرة القوس. راح نجي هنا طبعا النتيجة x أقل من 20، لا مش أقل من 20، هي أكبر، بالتالي هي فولس. فولس إذا ترو راح ينفذ الجزء اللي هون، والفولس راح ينفذ الجزء الثاني، وبالتالي راح ينفذ this is this else statement، this else statement زي ما شايفين. طبعا هذا برنامج اخر نفس الشيء، في عندنا هذا الجزء الاول هذا الجزء الثاني. اوكي اذا ترو راح ينفذ الجزء اللي هون، اذا فولس راح ينفذ الجزء اللي هون. طبعا هذا المود اللي هو باقي القسمه، عندك 13 مود 2 باقي قسمه 13 على 2. طبعا عندنا 12 تقسيم على 2، 12 تقسيم 2 اللي هي 6، وباقي عندنا ايش 1. اذا المد هنا قديش 1، بالتالي راح يصير عندنا هاي المعادله كيف يا شباب، راح يصير عندنا 1 يساوي 0. يعني معناتها هل الواحد يساوي الصفر؟ هل الواحد تساوي الصفر؟ يساوي معناتها هل الواحد تساوي الصفر؟ لا، وبالتالي راح نتيجه العباره هاي كلها هي فولس، بالتالي راح ننفذ الجزء الموجود هون اللي هو odd number. تمام. في عنا ال if المتداخلة النستد if، نفس الشيء عندك هنا هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني قسم الأجزاء، هذا الجزء الثالث، وهذا الجزء ايش الرابع. بما انه في else هون معناته واحدة منهم لازم تتحقق، وأول واحدة راح تتحقق بعديها راح يخرج برا البرنامج هون. مش برا البرنامج، خارج البرنامج، برا البلوك الخاص بالاف، هذا البلوك كامل خاص بالاف راح يتم تنفيذ الجزء اللي موجود بعد هذا البلوك. مثال يعني فرضا هون فينا boolean expression، إذا تحقق راح ينفذ الجزء اللي هون بلوك واحد وراح يخرج. إذا ما تحقق هذا الجزء راح ينتقل لأول جزء راح يتحقق، أول جزء راح يتحقق مثلا، والله الأول ما تحقق، الثاني ما تحقق، الثالث تحقق، راح يتنفذ الثالث وراح يطلع وين؟ راح يطلع برا الاف ستيتمنت وينفذ السطور
المتبقية من البرنامج، ولا يخرج من البرنامج، ينفذ السطور المتبقية من البرنامج. رأى مثال اللي هو x تساوي 30. هل x تساوي، طبعا خلينا نشوف نتبع البرنامج، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، الجزء الثالث والجزء الرابع. بما انه هاي if else، هاي بسموها nested if، بالتالي واحدة منهم راح تتحقق، واول واحدة راح تتحقق شو لازم نعمل؟ نطلع برا ال if statement، كلهم هذولا تابعين لل if statement، بالتالي راح نطلع برا ال if statement. خلينا نشوف مين راح تتحقق فيهم. هل الاكس تساوي، طبعا اكس تساوي 30 هنا، اوكي. حيجي هنا هل الاكس هي معناتها هل يساوي سواء معناتها هل، ونتيجتها ترو او فولس. تساوي 10؟ لا، انسى. هاي تساوي 20؟ لا. تمام، هاي اكس تساوي 30، نعم اكس تساوي 30. راح يطبع الجزء هذا، راح ينفذ البلوك كامل بغض النظر عن عدد الاسطر الموجوده في الداخل. بالتالي راح يطبع عندك value of x is 30 زي ما هو موجود عندك هنا، وراح يطلع من وين؟ من ال if statement. خلاص، اذا هذا الجزء لن ينفذ من ال if statement، بدك تنتبه. في عندنا هذا البرنامج كمان نفس الشيء، مثلا عندك هون العلامة 65. خلينا نحاول نقسم البرنامج، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني. إذا نقسم البرنامج بهذا الشكل، بما أنه عندك else هنا معناته واحدة منهم راح تتحقق، وبعد تحقق أول واحدة راح يطلع من ال if statement. خلينا نشوف هل هاي، هل المارك الماركس أو المارك أقل من 50؟ لا، مش أقل من 50، أنا 65 صح؟ إذا هذا لا، اللي هون. هل بين ال 50؟ هاي AND، هاي معناتها تنتبه، هاي AND بالجامع، يعني لازم حتى تتحقق هاي كلها تكون ترو، لازم هذا الجزء يكون ترو وهذا الجزء يكون ترو عشان ندخل على الجزء اللي هون. إذا واحدة ترو مش راح ندخل، لازم اثنين يكونوا ترو بال AND. تمام، العلامة بين ال أكبر من 50، أكبر من 50 نعم، بس أقل من 65 فولس، إذا ما إجوا ترو ترو، راح نطلع. هنا أكبر من 60، نعم أكبر من 60، أقل من 70، نعم، إذا راح ننفذ الجزء اللي هنا اللي هو سي جريد، بعديها مباشرة خلص ما راح ننفذ اللي هون، راح نطلع وين؟ راح نطلع أول قوس بعد مين؟ بعد ال بعد البلوك كامل، هذا كله طبعا بلوك كامل، تنتبه كله بلوك كامل، يعني جزء متكامل، واضح؟ طيب، طبعا هون بنلاحظ بدك تنتبه للأقواس، عملية توزيع الأقواس، هذول تابعين لبعض، طبعا بوزعهم من من جوا لبرا، بمعنى هون عندنا جملة إف، وهذا القوس تسكيرته، إذا كل فتحة قوس لازم يكون في تسكيرة، هاي تسكيرته، تمام؟ معناته هذا متداخل، يعني كيف متداخل؟ إذا هنا صار ترو راح ينفذ هذا الجزء كامل. طبعا إذا هذا ترو 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 راح يدخل هون، ترو هون وفولس هون راح يدخل على الجزء اللي هون ممكن بس، أو الجزء اللي هون، تنتبه، تمام؟ متداخلين، يعني في شرطين، يعني وضعنا قيود أكثر على البرنامج. إذا ترو راح يدخل جوا البلوك كامل، بنفذ إذا في جمل هنا، بنفذ إذا في جمل هنا.